السلام عليكم اخوتي، كنطلب من الله يتعاونوا معايا المحسنين. راه ما عنديش وكنعاني من واحد المشكل، عندي مريضه، عندي مرض ادمان، كيعاونوني غير الناس، عندي ثلاثه الوليدات ما عنديش، الراجل هربان عليا ما تيعطيني لا صير لا والو، ما عنديش كيفاش ندير، غير نجعد الناس كيتعاونوا معايا. اللي بغى يتعاون معايا الله يجازيكم بالخير، هادشي اللي كنطلب منكم انا اخوتي. عندي ثلاثه الوليدات كنقولها وكنعاود، عندي ثلاثه الوليدات، كنعيش غير في بيت وكوزينه، اللي بغى يجي يشوف تبعينيه يجي يشوفني تبعينيه، مرحبا انا مستعده لاي واحد يتعاون معايا، واللي بغى يجي يشوفني مرحبا، راه كنجي عند الناس كيتعاونوا معايا، هادشي اللي كنطلب من الله يتعاونوا. مزوزه خويا، راني مطلقه، الراجل ما بغاش يعطيني الصاير ديالي، عندي ثلاثه الوليدات، هادشي اللي كنطلب من الناس. وكنعين جا عند الناس يتعاونوا معايا، كنبيع كنينكس في السطوب، كندور في عند الناس بزاف د الحوايج كنديرهم، ما كنبغيش ندخل شي حاجه د الحرام لولادي، ما عنديش هذاك الفكره ديال الحرام، نمشي نفسد ولا نمشي شي حاجه عند ولادي ما تلقطهاش. هادشي هو اللي كنطلب الناس يتعاونوا معايا على الوليدات. حالي حاليا راه ولدي درك تيقرا، ما عنديش باش نشري لهم المكتوبه، كنعيش في ظروف صعيبه، راه كنجي عند الناس كيتعاونوا معايا، هادشي اللي كنطلب من الله يتعاونوا معايا الناس. دوا مشكلي ما شنو نقول لك، هادشي اللي عطى الله وهذا، ما عنديش كيفاش ندير. الله يجازيكم بالخير، كنطلب منكم تعاونوني، تعاونوني باي اي حاجه اللي قسم الله تعاونوا معايا فيها، راني واحله في كتوبه، واحله في دراسه، واحله في كسوه، واحله في بزاف د الحوايج، كنطلب منكم تعاونوني، نطلب من الله سبحانه وتعالى والمحسنين الله يجازيكم بالخير، الله يكثر خيركم اخوتي. والسلام عليكم، هادشي اللي كنطلب، هذا هو المشكل عندي، عندي سكريه، عندي بصافي ما بقيتش قديت نقول شي حاجه، تعلمت بزاف، الله يجازيكم بالخير، هذا هو المشكل ديالي اللي بغيتكم تعاونوا معايا، الله يجازيكم بالخير، اللي كتب الله تعاونوا معايا به. صافي انا كنت عاني ولكن عاني تم من مرض سرطان، راه عندي سرطان، راه عندي البزوله نحاسكه، ما عنديش ما عنديش، انا كنسكن في شارع الرباط، وراني الله العالم بيا مطالع بيا سيدي ربي، كل مره وفين الله العالم بيا كل مره وكيفاش كنكون. الله يجازيكم بالخير، اللي بغيت يتعاون معايا الله يكثر خيره، راه عندي ثلاثه الوليدات كنقولها وكنعاودها، هادشي اللي قسم عليا الله سبحانه وتعالى، الحمد لله. بيع كلينيكس ما عنديش، ظروفي صعيبه الحمد لله، هادشي اللي كيكتب عليا الله الحمد لله. لا لا ما عارفينيش، عارفيني مريضه، عندي سرطان، عارفيني غير على حساب اصلا سرطان راه هو عندي، والايدز راه ما كاينش اللي عارفني انايا، من 2012 ما كنمشي لمراكش، كنمشي لكازا وكنمشي لمراكش. مصاريف والله ملك الحمد، واش غنقول لك خويا، راه من الراجل ديالي، ما عنديش ما عنديش، راه من الراجل ديالي، فين غنمشي انايا، من الراجل ديالي هو اللي فيدني، والسلطه راه مكتبوا عليا الله الحمد لله، الله يجازيكم بالخير وشكرا.